فحضرتك عندما نوع مبتدا شباب الوداد هنبتدي لجنه شعريه بمجموعه كبيره من ظلماء دول الشعراء، الحقيقه هو موضوع صعب لان كل واحد من هؤلاء الشعراء يحتاج يوم بأكمله. فان شاء الله ربنا يعيننا في السهر عشان تستمتعوا بالقامات اللي موجوده معانا النهارده. طبعا انا لابد ان ابدا اليوم بشخصيه مهمه جدا وقد يكون يعني احد الاندام يعني بالاخص عروس الشباب فلا يعرفون الكثير عن الدكتور زهران محمد. فالحقيقه انا اليوم اتقدمت او تعمدت ان انا اقدم على الدكتور زهران في منزله اليوم لكي اتعرف اكثر عن الدكتور زهران. فانا كنت ابدا بسيرته الذاتيه ان انا هو الدكتور زهران، وبالاخص ان انا كنت في القاهره من حوالي سنتين وشخص لم اعرفه قابلته بالصدفه في القطار وكان بيتكلم عن الدكتور زهران. فالحقيقه انا حبيت لنفسي شايف ان ابن ابناء الميلاد وكان هذه المنزله الرفيعة في اليمين مصر الدولة في جامعة الأزهر ومتطور موقع في عهود الإسلام العالمية ولم أعرف عنه. فلذلك أنا يمكن أقول لحضراتكم بسم الله ما شاء الله دكتور زهران ولاده الذاتية في هذا الكتاب في أربع صفحات. فأنا هبدأ بس بمعرفة للشباب الدكتور زهران بدأ حياته فريق بشخص الجهاز العالميه بجامعه الازهر عام 83، ثم حصل على الماجستير في الادب والنقد بجامعه الازهر عام 75، ثم عمل معيدا في قسم الادب والنقد بكليه اللغه العربيه جامعه اسيوط، ثم استاذ في الدراسات العليا والادب والنقد بتوفيق تربيه البنات والقسيم في المملكه العربيه السعوديه، ثم بعدها كان عضو في اللجنه العلميه اخيرا الدائمه لتحقيق اساتذه الادب والنقد في جامعه الازهر وبالجامعات العربيه من عام 2000 الى الان. اما عن انشطته الثقافيه فالدكتور زهران هو عضو اتحاد الكتاب في مصر وعضو لجنه الادب فيها، والان هو رئيس قسم الشعر لعروض الادب الاسلامي العالميه بالقاهره. اما عن مؤلفاته الدكتور زهران له اكثر من 13 مؤلف وكتاب. اما عن بواسطه المشهوره في الدوريات والمجلات العلميه والادبيه له اكثر من 16 بحث في جميع وظفها في هذه البحوث تنشر في جميع الدوريات والمجالات العلمية والأدبية. فالحقيقة فلا بد أن أتقبل حضرة الدكتور زهران محمد. الدكتور زهران له ثلاث دواوين. أول ديوان كان الدكتور زهران وقف الريح، ثم حصاد حيوان، وأنا كنت واحد من المحظوظين اللي أنا حصلت على ديوانين. أما الديوان الثالث هو ديوان الصواب. فكل هذه الاسئله لابد ان يجاوب عليها الدكتور زهران